لا طبعا دول اعلام مصر، دول ولاد مصر حقيقيين، وجمال عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك والمشير السيسي والفريق صدقي صدق، كل رجال القوات المسلحه. يعني احنا محظوظين ان احنا جيشنا الجيش المصري، وزي ما انا قلت قبل كده في التلفزيون، يعني تحس بالعزه، تحس بالكرامه، تحس بالامان، تحس بالقوه وانت في وسط جيشك. ما بالك هو في قائد جيش هنا، قائد القوات البحريه، هو بيقود قناه السويس اللي حماها في عز الازمه. الجبناء المأجورين على مصر كانوا عايزين يخربوا مصر، واعتقد لو كانت قناه السويس اي مركب اتضربت ولا سفينه كانت بقت كارثه على مصر، ان كانت هي الرزق الحقيقي للشعب المصري هي قناه السويس. فانا بشكر كل رجال قناه السويس، متمثل في سياده الفريق مهاب، لان هذا الرجل الفاضل ويمكن انا اعرفه من فتره مش من دلوقتي بس، وانا زي ما قلت لك البياده بتاعه العسكري قبل اللواء وقبل المشير وقبل الضابط، لان احنا ربنا حامي البلد دي بجيشها العظيم. رسالة للروح الراحل العظيم المهندس محمود يونس، تقول يا فندم؟ لا مهندس محمود يونس، ويمكن انا من مواليد الثورة على فكرة، مواليد 53، يعني الناس دي ناس عظماء، الناس دي ناس وطنيين. تخيل واحد بيحط رقبته على ايده عشان بلده. فالمهندس محمود يونس من نفس هذا الفصيل، من فصيل السيسي وفصيل جمال عبد الناصر وفصيل انور السادات وفصيل حسني مبارك اللي احنا عرفنا قيمته دلوقتي. من منا بلا خطيئة، إن شاء الله بكرة يطلع براءة.